بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء. فالدرس الجديد اللي هو نص وظيفي القسم الثالث. إذا الوحدة الثانية طبعا عندنا المواطنة والسلوك المدني، هذا هو المجال اللي توصلنا ليه. نمر إلى الدرس. نعم هذا الدرس هو عندنا هنا المواطنة وشروطها. نعم المواطنة وشروطها. أولا لنتعرف على توقعات النص، عما سيتحدث النص من خلال أتهيأ للقراءة. أذكر واجباتي نحو وطني. نعم أبنائي، من يذكر لنا بعض واجباتنا تجاه وطننا؟ إذن سأفيدكم طبعا بمعلومات تتعلق بهذا السؤال. عندنا واجبات طبعا وطني، عندنا هنا الدفاع عن الوطن، احترام القوانين طبعا، ثم هنا عندنا هنا العمل على رفعة الوطن والتحدث طبعا عنه بكل فخر، والتحدث عنه بكل فخر، المشاركة الإيجابية في قضايا طبعا المجتمع. ثم حاجة مهمة ثاني لا تقل أهمية عن باقي طبعا الواجبات، وهي توعية المواطنين بأهمية الوطن. نعم والحفاظ عليه، والحفاظ عليه. ثم كذلك من واجباتي حب الوطن أو التعلق طبعا بالوطن، وعدم تقبل أي كلام مسيء عن هذا الوطن، وعدم هي تقبل أي كلام مسيء عن هذا الوطن. نعم نمر إلى السؤال الموالي الذي يقول لنا أقدم بعض الأسباب التي تدفعني لحب وطني. إذا ما هي بعض الأسباب التي تدفعنا طبعا لحب هذا الوطن؟ ما هي الأسباب؟ نعم فكروا جيدا ثم سأمدكم بمعلومات. إذا أقدم بعض الأسباب التي تدفعني لحب وطني، وهي أن في وطن ديالي فهو مسقط رأسي. نعم ولدت فيه، نشأت فيه، نعيش من خيراته، فهو مسقط رأسي ونعيش من خيراته. هو طبعا نفتخر ونعز به وجود معالم سياحية وأثرية بالمدينة، الإحساس بالكرامة في وطني. طبعا عندما الإنسان بدون وطن فلن يشعر به ولن يحس بالكرامة، الإحساس بالكرامة في وطني، الشعور بالأمن والأمان والطمأنينة، الشعور بالأمن والأمان والطمأنينة. الآن سنمر إلى أعطيكم تلخيصا للنص بدل أن أقرأه، اقرأوه أنتم بأعينكم ثلاث مرات أو أربعة، لكن سأمدكم بملخص موجز. طبعا ها واحد الملخص، تلخيص للنص. يتحدث النص عن مفهوم المواطنة وعن أهم شروطها ومقوماتها الأساسية، وهذه المقومات هي طبعا اللي يتحدث فيها النص، يتحدث عن المساواة وتكافؤ الفرص. نعم وهذا شرط أساسي. ثم على المشاركة في الحياة العامة. نعم الحياة الاقتصادية والسياسية وغير ذلك، المشاركة طبعا في الحياة العامة طبعا الجميع، والولاء والتعلق بالوطن. وهذا الولاء لن ينحصر على في المواطنين طبعا المقيمين بالمغرب، القاطنين في المغرب، بل حتى كذلك المغتربين المهاجرين طبعا في ديار الغربة. نعم نمر طبعا لنجيب عن الأسئلة. نعم أحدد، أمشي أنمر رصيدي، أحدد معنى الكلمة المكتوبة باللون الأحمر حسب سياقها في النص من بما يأتي. رباط وجداني يتجسد في، ما معنى يتجسد؟ هل يتجلى أم ينجلي أم يتساوى؟ فطبعا يتجسد يعني يتجلى، هي الأولى، يتجلى، أعيد، يعني هي يتجسد، هي يتجلى في الولاء للوطن. الولاء هو التعلق بالوطن، هذا هو الجواب الصحيح، ليس هجرة الوطن أو الإقامة في الوطن، إنما الولاء يعني التعلق بالوطن، التعلق بالوطن. نمر إلى السؤال الموالي. أملأ الخانات بكلمات من عائلة كلمة مواطن. إذا المواطن ممكن نقوله طبعا نكتبوه هنا، المواطن ممكن نكتبوه نقوله وطن.
نعم وطن، نقفوا هذا الشيء. وطن هي غاش تكتب ليا وطن، ثم مواطنون، نعم ثم نقول وطنية، ونعم مواطنون، المواطن، وطن، كذلك أوطان، جمع أوطان، نعم وطن أوطان، مواطنة ومواطنة وغير ذلك. نعم هذه السؤال الموالي، ما المقصود بالمواطنة في الفقرة الأولى من النص؟ ما المقصود بالمواطنة؟ نعود إلى الفقرة الأولى من النص، نعم شو ليها؟ هيا إذن المواطنة حسب الفقرة الأولى هي علاقة، ما علاقة فرد ما بوطنه بالولادة أو الانتساب، وكذلك هي رباط وجداني يتجسد في محبة البلد الذي ينتمي إليه وفي الافتخار به والاستعداد للدفاع عنه والمساهمة في تطويره. إذن هذا هو تعريف المواطنة. إذن المواطنة هي علاقة الفرد ما فرد ما بوطنه باش بالولادة والانتساب، وثم هي رباط وجداني يتجسد في محبة البلد الذي ينتمي إليه والافتخار به والاستعداد للدفاع عنه ومساهمة في تطويره. نعم نعود إلى السؤال الموالي. نعم هنا أضع علامة في أمام الاختيار الصحيح. تتحقق المواطنة بمساواة جميع الأفراد، واش في الحقوق دون الواجبات، أم الواجبات دون الحقوق، أم الحقوق والواجبات معا؟ نعم الجواب سهل، الحقوق والواجبات معا. إذا باش تكون المساواة بين جميع الأفراد باش تحقق لنا المواطنة خاص يكون طبعا المساواة في جميع الحقوق والواجبات معا. نعم نمر إلى الأسئلة الموالية. عندنا هنا غياب التعايش والتعاون. نعم ركزوا معايا، غياب التعايش والتعاون بين أفراد المجتمع يؤدي إلى واش؟ المساواة الديمقراطية، الصراع. يؤدي إلى الصراع، لأن غياب التعايش ما كاينش تعايش وتسامح وتعاون، إذن يكون هناك صراع. نعم ثم نمر، يختار الشعب ممثليه في البرلمان والمجلس السماعي، واش بالانتخاب ولا التعيين او التكليف؟ اذا مش عندنا ديمقراطيه غيكون عندنا انتخاب، الجواب هو الانتخاب. نعم ثم عندنا، اذكر المعنيين بالولاء للوطن في النص حسب النص. شكون هما المعنيين؟ من هم المعنيون بالولاء للوطن حسب النص؟ لا عدنا رجعنا النص، نرجعكم حتى النص. نعم اذا المعنيين، الولاء لا ينحصر المواطن المقيمين داخل الحدود الترة المغربي، إذن ما كينحصرش على المقيمين بالمغرب، بل كذلك إلى القائم المقيمين خارج الوطن. إذن المعنيين بالولاء للوطن هم المغاربة داخل المغرب وخارجه، داخل الوطني وخارجه، نعم داخل الوطني وخارجه. نعم هنا عندنا أحلل، أجر من النص ثلاث عبارات أو كلمات دالة على ما يأتي. عبارة تدل على المساواة وتكافؤ الفرص، وعبارة تدل على المشاركة العامة، وعبارة تدل على الولاء. نعود إلى النص فنرى المساواة. هاي هنا يعني جميع المواطنين متساوون أمام القانون. نعم هاي جميع المواطنين متساوون أمام القانون، هاي قيدوا هذه، سجلوا هذه، جميع المواطنين متساوون أمام القانون. نعم ثم طبعا هنا التساكن والتعايش والتشارك والتعاون من عناصر الأساسية. إذن فالمواطنة لا تحق إلا بتساوي، هاي بتساوي، لا تحق بتساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات. إذن تساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، هذا تتحدث عن المساواة وطبعا تكافؤ. فلا هنا لا مجال للتمييز، نعم إذن المساواة لا مجال للتمييز على أساس الجنس أو اللون. نمر إلى عبارة دالة على المشاركة في الحياة العامة. نعم المشاركة العامة، إن مشاركة، نعم هاي إن مشاركة المواطنين في الحياة العامة التي مؤلة في حرية الفكر والتعبير، وطبعا ثم الديمقراطية. نعم إذا المشاركة في الحياة العامة يعني مشاركة في المجالات هاي، وهذا هو معنى المشاركة طبعا فين؟ في المجالات، طبعا المجالات الاقتصادية، اسمحوا لي
في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وها هي الجملة الدالة متاحة أمام جميع دون أي تمييز. هذه هي اللي بغينا، الجملة الدالة، كلمة الدالة أن تكون متاحة أمام الجميع دون أي تمييز. نعم، إذا باش تكون مشاركة عامة. ثم الولاء، كلمات أو عبارة تدل على الولاء، يعني الشعور كل مواطن بأنه معني بخدمة الوطن. إذا الولاء للوطن والتعلق به، يعني خدمة الوطن، الكل مواطن يعني ملزم بخدمة الوطن والعمل على تنميته والرفع من شأنه. نعم، أن نمر إلى هنا السؤال الثاني. ها هو، أعتذر على الحركات، أحدد الكلمات والعبارات الموجودة في العمود الأول التي تنتمي إلى مجال المواطنة. ما ينتمي إلى مجال المواطنة، التعايش، نعم هذه نكتبوها هنا، التعايش، التسامح، نعم هذا كيدير، التعصب، لا هذه لا تنتمي إلى مجال المواطنة، رفض الاختلاف، هذه لا تنتمي إلى ضروري من الاختلاف، التعاون، نعم تنتمي إلى مجال المواطنة، التمييز، لا لا، المشاركة، نعم المشاركة فتدل على طبعا ما تنتمي إلى مجال المواطنة، الإقصاء، لا هذه لا ينتمي إلى مجال المواطنة، المسؤولية، نعم المسؤولية، نعم ثم الحق والواجب، نعم الأنانية والتكلف، هذه لا تنتمي إلى مجال المواطنة. نعاود، التعايش والتسامح والتعاون والمشاركة والمسؤولية والحق والواجب، هنا واحد تسامح، التعايش وجوج تسامح، والتعاون ثلاثة، والمشاركة أربعة، والمسؤولية خمسة، والحق والواجب ستة. إذا ست تنتمي للمجال أو الحق ديال المواطنة. أحدد الأفكار النص الأساسية، نعم أفكار النص الأساسية. إذا في الأول النص، إذا جعلنا النص يقول أن المواطنة هي علاقة، إذا يتحدث هنا على تعريف المواطنة، يعرف لنا الكاتب المواطنة. إذا الفقرة الأولى تعريف المواطنة. شو الفقرة الثانية؟ هي هذه، هذه الفقرة الثانية، هذه طبعا تل هنا، فهي كتحدث لنا أن المساواة وتكافؤ الفرص شرط أساسي لتحقيق طبعا المواطنة. إذا هذا هو الفكرة، المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع شرط من شروط أو مقوم من مقومات طبعا تحديد تحقيق المواطنة. ثم عندنا الفقرة الثالثة، المشاركة في الحياة العامة، المشاركة في الحياة العامة طبعا دون تمييز، هي شرط ثاني، شرط أساسي في تحقيق المواطنة. وفقرة الأخيرة، إذا الفكرة الأولى، فكرة ديال الفقرة الأخيرة اللي هي الولاء للوطن. نعم، الولاء للوطن أو التعلق بالوطن، يعني سواء بالنسبة للمقيمين في المغرب وخارجها. إذا الولاء للوطن لكل المغاربة المقيمين و بالمغرب والمقيمين بالخارج. إذن الولاء، سأضع لكم الأفكار طبعا في علبة الوصف إن شاء الله. نعم، هنا قالوا لنا أبين سبب وجود قوانين في المجتمع. نعم، أبين سبب وجود قوانين. إذا القوانين في المجتمع فهي تنظم علاقات الأفراد الدولة، ثم تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم طبعا، والهدف كامل هو لتحقيق الأمن والأمان. أعيد، إذا سبب وجود القوانين في المجتمع، فهي هذه القوانين تنظم الحياة وتنظم العلاقة بين الفرد والدولة، بالأفراد والدولة، وبين الأفراد والأفراد فيما بينهم. الهدف كامل هو لتحقيق الأمن والأمان والسلام. هنا قلنا أشرح لصديقاتي أهمية المواطنة، أهمية المواطنة وظروف المجتمع. إذا أهمية المواطنة، فطبعا المواطنة أهمية كبيرة جدا طبعا في بناء وتقدم المجتمع وتحقيق السلام والأمن بين مختلف أفراده. هنا قلنا ألخص شفهين أفكار النص في أربع جمل سنضعها إن شاء الله، سنكمل هذا الشيء هذا في علبة الوصف إن شاء الله.